المعلمون هم القوة الدفاعية للأجيال القادمة، وجائزتنا التالية هي لأعضاء هيئة التعليم الذين اكتسبوا مهارات جديدة، وذلك لنقل التعليم البيئي إلى صفوفهم، والمدارس المرشحة لفئة أفضل اندماج لمفاهيم الاستدامة ضمن المنهج التعليمي هي: احنا كمدرسين تلقينا مجموعة من عدد كبير من ورش التدريب من قبل هيئة أبو ظبي للبيئة. تمثلت هذه الورش في ورش التدقيق البيئي كاملة، إضافة إلى نظم المعلومات الجغرافية GIS، ومؤخرا الورش التي شملت دمج المفاهيم البيئية في المناهج. اليوم تعلمنا العديد من المعلومات عن المياه، تعلمنا عن مصادر المياه، وتعلمنا أن كيف نصنف مصادر المياه إلى سطحية جوفية أو عذبة ومالحة. جميع الطلبة في المدرسة كانوا كثير سعيدين ومبسوطين في استخدام هذه الاستراتيجيات، لأنه أصبح بإمكان كل طالب أنه يعبر عن ما تعلمه وكيف يتعلم بالطريقة التي يجدها ملائمة لنفسه، أو بالطريقة التي تعبر عن شخصيته. فمنهم من استمتع باستخدام الألعاب، منهم من استمتع في إعادة تدوير بعض المواد باستخدام البابت في عمل نواتج التعلم. أنا أحب أكثر شيء حبيته في التعلم في الاستراتيجيات هو الدمى المتحركة، بسبب أنه رائع وجدا يمكن أن نتعلم منه. حبيت عن الرسم، مجموعة الرسم، فإن من الرسم قدرنا أن نستنتج ونبين ماذا تعلمنا خلال الرسمة، مثل هذه الرسمات، مثل الحفاظ على المياه وأن المياه سلامتنا وهي مصدر العيش وأساس الحياة. بالنسبة لرأيي لهيئة البيئة، طبعاً دائماً أؤيد وأبارك الجهود التي تقدمها هيئة البيئة، جهود معطاءة خيرة ذات هدف ذات محور. والدليل على ذلك أني أنا ببعد ما يقارب 300 كيلومتر عن هيئة البيئة، ولكن أحرص دائما على أن أشاركهم في حضور ورش العمل والتدريبات. هيئة البيئة فتحت الأبواب على مصراعيها على أن يكون الطالب، وركزت على أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية، وإكسابه سلوكيات تحمي سلوكيات بيئية للحفاظ على البيئة التي يعيش فيها، وليس لهذا اليوم وإنما للغد وبعد غد.